طب مساءكم مشاهدينا، واهلا بكم في نشرة الثالثة عبر قناة ليبيا لكل الأحرار. وفي عناوينها: قصف جوي على الجفرة يخلف أضرارا مادية بالأملاك والمنشآت، وبلدي المدينة يحمل الجهات الرسمية مسؤولية ما تتعرض له المنطقة. المجلس الأعلى للدولة يدين الأحداث التي شهدتها طرابلس ويؤكد استعداده لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي. وتنظيم أنصار الشريعة يعلن حل نفسه رسميا في ليبيا ويدعو بقية القوى إلى الوحدة وعدم الخضوع للغرب أو الارتباط به. قال عميد بلدية الجفرة فؤاد رشيد إن القصف الجوي الذي تعرضت له منطقة الجفرة استهدف مقر الشرطة العسكرية وكتيبة شهداء تاغريفت ومزرعة أحد المواطنين، وقد تسبب في أضرار مادية. وأوضح رشيد لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المواقع المستهدفة هي مراكز إدارية خدمية لا توجد بها تمركزات عسكرية، وحمل عميد بلدية الجفرة الجهات الرسمية بالدولة مسؤولية ما تتعرض له الجفرة من قصف جوي. وقد أفاد آمر كتيبة شهداء تاغريفت التابعة لعملية البنيان المرصوص عبد الرحمن بشير أن طائرات حربية استهدفت مساء أمس مقر الكتيبة في مدينة هون بسبع غارات. وأضاف بشير لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الغارات التي تعرضت لها المدينة خلفت أضرارا مادية في مقر الكتيبة وفي المنازل القريبة منه. أفاد مصدر عسكري بالجفرة فضل عدم الكشف عن هويته بأن منطقة الجفرة تعرضت يوم أمس لعشر غارات جوية استهدفت مقري كتيبتي 19-9 وشهداء تاغريفت التابعتين لقوات البنيان المرصوص، إضافة إلى مصنع التمور والمقبرة القديمة ومصلحة السجون وعدة مزارع. وقال المصدر نفسه في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار إن القصف كان عنيفا واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لافتا إلى أنه تسبب في ترويع المواطنين. وأضاف المصدر أن كافة الأدلة تشير إلى أن الطيران أجنبي وقد تواصل تحليقه لساعات طويلة في سماء المنطقة وفق تعبيره. وقال الناطق باسم مستشفى العافية بهون سالم فكرانة أن المستشفى لم يستقبل قتلى أو جرحى نتيجة القصف الجوي على منطقة الجفرة يوم أمس. وأضاف فكرانة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المستشفى يعاني من نقص كبير في الأدوية والأطقم الطبية، مشيرا إلى أن هناك وعود من الصليب الأحمر الدولي بتقديم مساعدات طبية إلى المستشفى خلال الأيام القادمة بحسب قوله. وللتعليق على كل هذه التطورات العسكرية بالجفرة ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة الخبير العسكري نوري الصلابي. سيد نوري، أهلا بك معنا. ما تحليلك لما يحدث في الجفرة؟ لماذا يتم استهدافها برغم تأكيد المجلس البلدي وكل من في المنطقة أن من يتم استهدافه ليس مقرات عسكرية في المجمل؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نحييك ونحيي قناة ليبيا كل الأحرار. هذا استهتار بأرواح الليبيين وبممتلكاتهم وقتل عمد للمواطنين. طبعا هذه عملية الكرامة لا يهمها في هذا الوقت إلا يعني إشاعة الفوضى والدمار والتخريب في كل الأماكن، خاصة المناطق التي بها من يعارض عملية الكرامة سواء في درنة أو في الجفرة أو في غيرها من المناطق، بعد أن حققوا حلمهم في الاستيلاء على تمن هند والآن ربما يكونوا قد يعني احتلوا كامل الجنوب، يريدون الآن التمهيد. هذا كله تمهيد لغزو منطقة الجفرة واحتلالها وبسط نفوذهم عليها، ولكن الجفرة بها قوات وبها توار وبها رجال يعارضون هذا. سيد نوري، ما الهدف من استمرار القصف الجوي على منطقة الجفرة بالذات؟ ما الهدف من استمرار القصف الجوي عليها؟ طبعا هناك عدة أهداف، منها أهداف عسكرية ربما يعني، خاصة إذا استخدموا الطيران الأجنبي الدعم المباشر المصري الآن ربما يحققوا أهدافا عسكرية، لأن طائراتهم يعني لا تستطيع تحقيق أي أهداف عسكرية حقيقية، ضرب عشوائي ربما بالصدفة يعني يصيب آلية أو غيرها، ولكن الطيران المصري مجهز بذخائر وصواريخ يعني موجهة، هذه الصواريخ ربما تصيب أهدافها إذا حددت الأهداف بطريقة طبعا دقيقة. هذه الخطوة أو السبب الأول فيما يقوم به. أيضا ترويع المواطنين وزيادة الاحتقان وزيادة يعني ربما
يعني مطالبتهم بإجلاء كل يعني أي تشكيل مسلح في المنطقة حتى تخلو لهم المنطقة ويستولوا عليها بعد ذلك. هم هدفهم محاولة طرد كل القوات الموجودة هناك سواء من قوات داخل مدينة جفرة أو غيرها أو من خارجها، لا يريدون من يقاومهم أو يعارضهم، لذلك هم الآن يريدون تحشيد المواطنين ضد هذه القوات ليقوموا بطردها من الجفرة. نوري الصلابي الخبير العسكري كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة، شكرا جزيلا لك. شكلت الضربات الجوية المصرية على مدينة درنة تطورا مفاجئا خلف ردود فعل تباينت بين مندد بالقصف كونه يخرق السيادة الليبية ومساند له على اعتبار أن المستهدف من الغارات كان تمركزات مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها. التقرير الآتي يرصد بعض هذه الردود. يقتل أقباط في المنيا هناك حيث صعيد مصر في هجوم نفذه مسلحون كانوا يستقلون سيارات دفع رباعي أودى بحياة عشرات الأقباط المصريين، فتقصف مدينة درنة والتي تبعد أكثر من 1200 كيلومتر عن المنيا وهي أرض ليبية يسكنها مواطنون ليبيون كردة فعل على هذا الهجوم. مصر السيسي وفي سابقة ليست الأولى من نوعها تنتهك وبشكل صارخ السيادة الليبية دون أن تحرك السلطات الرسمية ساكنة. هجوم صعيد مصر تبناه تنظيم الدولة، حيث قالت وكالة أعماق النافذة الإخبارية للتنظيم إن مفرزة تابعة للتنظيم نصبت كمينا محكما لمن وصفتهم بعشرات النصارى أثناء توجههم إلى كنيسة صموئيل، ما أدى إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 24 آخرين وإحراق سيارة. درنا المدينة التي يحاصرها حفتر بحجة وجود الإرهابيين داخلها هي نفسها درنا التي حاربت تنظيم الدولة طوال عدة أشهر قبل أن ينسحب عناصر التنظيم منها بشكل دراماتيكي أثار العديد من التساؤلات والاستفهامات. مراقبون مصريون يرون أن التعدي المصري جاء لذر الرماد في العيون وما هو إلا افتعال لاعتداءات خارجية الهدف منها هو تغطية العجز الأمني للسلطات المصرية وسقي شجرة حفتر بدماء الأقباط، متسائلين عن الكيفية التي عرفت بها السلطات المصرية الجهة التي تدرب فيها المنفذون دون معرفة هوياتهم والإعلان عنها. بالتعاون مع القصف المصري صعد الإعلام المصري من خطاب الكراهية ضد الليبيين، حيث شن مرتضى منصور وهو أحد المرشحين السابقين لانتخابات الرئاسة المصرية هجمة شرسة ضد مدينة مصراتة مطالبا بتدميرها. كلام منصور جاء على أحد المنابر الإعلامية المصرية لافتا إلى أن ليبيا أضحت قاعدة للإرهاب. من جهته دان محلي درنا القصف المصري للمدينة مستنكرا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية وانتهاك حرمة التراب الليبي، محملا المجلس الرئاسي مسؤولية ما حدث ومطالبا إياه بتوضيح موقفه من هذا الاعتداء الذي طال مدينة قال إنها تقع ضمن جغرافيا الدولة الليبية. دان بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس، داعيا حكومة الوفاق الوطني إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بالواجبات المنوطة بها لتوفير الأمن وبسط سلطة الدولة وفرض سيادة القانون لقطع الطريق على محاولات البعض الزج بالعاصمة ضمن دائرة العنف والاقتتال. وثمن المجلس البيان الصادر عن عمداء طرابلس الكبرى الذين دعوا إلى إبقاء طرابلس نموذجا للتعايش الحضري، معربا عن استعداد المجلس الأعلى للدولة من خلال المسؤوليات المحددة له في الاتفاق السياسي للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الأمنية المنصوص عليها ودعم كل القرارات التنفيذية الخاصة بتنظيم السلاح وحصر استعماله فعليا في المؤسسات الرسمية للدولة على كامل التراب الليبي وفي مقدمته العاصمة طرابلس.
أفاد رئيس لجنة الأزمة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني محمد الشريف بارتفاع عدد قتلى الاشتباكات التي شهدتها طرابلس يومي الجمعة والسبت إلى 64 على الأقل. وأضاف الشريف لقناة ليبيا لكل الأحرار أن حصيلة الإصابات التي سجلت نتيجة هذه الأحداث ارتفعت إلى 103 جرحى، تراوحت إصابة أغلبهم بين الخطرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على استكمال إجراءات تسفير أغلب الجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية والتركية. أكد عضو المجلس البلدي طرابلس المركز ناصر الكريوي انسحاب الكتيبة التي كانت تتمركز في مقر مطار طرابلس العالمي إلى خارج المطار. وأضاف الكريوي في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن العاصمة طرابلس تشهد هدوءا اليوم بعد توقف الاشتباكات التي دارت بها خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى تكدس القمامة والنفايات في شوارع العاصمة نتيجة إقفال مكب النفايات بسبب وقوعه داخل مناطق الاشتباكات. وقد أعلنت جامعة طرابلس تأجيل الامتحانات النصفية والنهائية بكافة الأقسام العلمية داخل الجامعة حتى إشعار آخر نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة. وطالبت الجامعة عبر موقعها الرسمي المسؤولين فيها بالتقيد بهذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص. أكد المجلس البلدي ترهون أن اللواء السابع الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني تمكن من بسط سيطرته على مطار طرابلس العالمي. وأضاف المجلس عبر صفحته على موقع فيسبوك أن سيطرة اللواء على المطار تأتي دعما لشرعية الوفاق الوطني وتأييدا لدولة القانون والمؤسسات والجيش والشرطة. وعبر المجلس البلدي ترهون عن دعمه للوفاق الوطني ومحاربة كافة المجموعات الخارجة عن القانون. وقد أعرب المجلس البلدي مصراتة عن إدانته واستنكاره الشديدين للأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين، واصفا إياها بالأعمال الخارجة عن القانون. ودعا المجلس في بيان له الأطراف المتصارعة إلى الاستماع لصوت العقل والحكمة ونبذ العنف وعدم استخدام القوة أو التهديد بها لتحقيق أهداف سياسية. وأكد المجلس ضرورة تطبيق الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي لإنهاء النزاع المسلح وإخلاء المناطق السكنية والمقرات المدنية والعسكرية من التشكيلات المسلحة، مطالبا المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته في ضبط الأمن وإنهاء الفوضى. أعلن تنظيم أنصار الشريعة في بيان له بعنوان الرسالة وصلت وجموع الشعب سيتحملها حل نفسه رسميا في ليبيا. وأضاف البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار عقب ما وصفها بالمسيرة الحافلة التي قدم خلالها التنظيم أبرز قادته وكوادره. ووجه التنظيم رسالة إلى بقية القوى دعاهم فيها إلى الوحدة ومواصلة القتال وعدم الخضوع للغرب أو الارتباط به. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجت تنظيم أنصار الشريعة بفرعيها في درنة وبنغازي على لائحة الإرهاب مطلع عام 2014، فيما أدرجت من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على لائحة الإرهاب في نوفمبر عام 2014. وللتعليق على خبر حل جماعة أنصار الشريعة نفسها معنا عبر الهاتف من طرابلس الباحث في الجماعات الإسلامية شكري الحاسي. أهلا بك معنا سيد شكري، ما الظروف التي دفعت الجماعة لإعلان حل نفسها وما قيمة هذا الإعلان؟ حسين كريمة، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أظن أن هذا الحل اليوم ليس له معنى، لأن البيان واضح جدا أن هذا الإعلان عادة الحل يكون لمراجعات فكرية أو لتعديلات، لكن منادات التنظيم بمطالبة الآخرين بمواصلة الجهاد ومواصلة القتال ومواصلة الأفراد أو الجهات القريبة التنظيمات القريبة من الأنصار، أظن أن البيان فقد قيمته وفقد أنه يعني لا يدخل تحت إطار المراجعات الفكرية الحقيقية للتنظيم. إذن ما الذي دفعهم إلى إعلان هذا الحل؟ والله هو غريب جدا حقيقة، يعني هو الإعلان غريب جدا من الناحية، يعني لعل قد يكون هو خروج من يكون ناحية من الناحية القانونية، عدم الملاحقة القانونية. أيضا أن البيان يعني لعل أن أنصار الشريعة عادة يعني كأفراد ليسوا معروفين يعني كبعض التنظيمات أو الجماعات المعروفة، لكن الأفراد غير معروفين قد يكون هناك بروز لبعض القيادات،
لكن القيادات الأخرى غير معروفة، ولهذا أظن أن البيان في حد ذاته يعني ليست له قيمة حقيقية يعني من الناحية الواقعية. سيد شكري، ماذا تتوقع أن يكون مصير من تبقى من عناصر ومقاتلين أو قيادات من تبقى منهم على قيد الحياة، وحتى إذا كان لديهم أرصدة وعتاد؟ معلش عاد السؤال أختي كريمة. ماذا تتوقع أن تكون مصير من تبقى من عناصر ومقاتلين من الجماعة وكذلك القيادات والأرصدة والعتاد؟ هو هذا الغريب في البيان، يعني الآن يعني الإنسان يظن ويحس أن إذا كانت فيه مراجعات حقيقية يعني هو مطالبة الآخرين ومطالبة من هم الآن في الساحة بالتراجع والمراجعات، لكن الأمر يعني خرج عكس ما هو المتوقع من البيان. يعني من المفروض أن البيان يكون محرض وليس يكون حل، يعني إذا كان هم فعلا هم يريدوا التغيير، لكن كما قلت البيان واضح جدا، فأظن أن كل شيء سيستمر، وأن هذا البيان قد يكون آخر أيضا من أفراد، قد يكون هناك خلاف وحدث انشقاق بين التنظيم نفسه، وأن الذين أعلنوا ذلك غيرهم الذين في الميدان وتركوهم وشأنهم. نعم، شكرا جزيلا لك شكري الحاسي الباحث في الجماعات الإسلامية، كنت معنا من طرابلس، شكرا على هذه التوضيحات. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. بتقنيات تصوير متطورة وبحضور مميز لنجوم الدراما الليبية، مسلسل روبيك في عرض حصري على ليبيا لكل الأحرار طيلة الشهر المبارك. قصف جوي على الجفرة يخلف أضرارا مادية بالأملاك والمنشآت، وبلدي المدينة يحمل الجهات الرسمية مسؤولية ما تتعرض له المنطقة. المجلس الأعلى للدولة يدين الأحداث التي شهدتها طرابلس ويؤكد استعداده لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي. وتنظيم أنصار الشريعة يعلن حل نفسه رسميا في ليبيا ويدعو بقية القوى إلى الوحدة وعدم الخضوع للغرب أو الارتباط به. أهلا بكم من جديد. تحصلت جامعة طرابلس على الترتيب الأول ضمن أفضل الجامعات الليبية في آخر تصنيف لمؤسسة يونيرانك العالمية، وقالت إدارة جامعة طرابلس عبر موقعها الرسمي أن الجامعة تحصلت على المرتبة 80 بعد 100 ضمن أفضل 200 جامعة عربية وأفريقية بحسب تصنيف المؤسسة. يشار إلى أن مؤسسة يونيرانك تعنى بتصنيف الجامعات وترتيبها من أفضل إلى أسوأ وفقا للمعايير المعتمدة دوليا. يعرض على شاشة ليبيا لكل الأحرار طيلة شهر رمضان الكريم وبشكل حصري مسلسل روبيك الدرامي على الساعة 9 مساء. المسلسل من 15 حلقة ويضم نخبة من كبار الممثلين الليبيين القديرين إلى جانب عدد من الوجوه الشابة والواعدة، كما يتناول هذا العمل الدرامي عدد من القضايا الاجتماعية في المجتمع الليبي في قالب درامي طيلة الشهر الفضيل. للحديث أكثر عن هذا العمل نستضيف عبر سكايب من تونس مخرج مسلسل روبيك أسامة رزق. أهلا بك أسامة، كل عام وأنتم بخير. في البداية وبعد بث الحلقة الأولى من المسلسل، ما ردود الفعل التي تلقيتموها ولمستموها؟ أولا شكرا على الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير، ومبارك للشعب الليبي وقتم شهر رمضان مبارك، إن شاء الله يعود علينا بالخير والبركة إن شاء الله. طبعا احنا سعيدين طبعا بان العمل تم انجازه، لان كنا نحضره فيه على مدى سنتين، كان شغل مدني جدا، لان العمل النص اصلا اللي كاتب بالكاتب سراج جوادي نص كبير محتاج الى مجهود ضخم ومحتاج الى ميزانيه كبيره، قاتلنا على مدى سنتين حتى قدرنا نحن نفذوا العمل بمجهود حتى من المنتج وليد اللافي، ونشكر طبعا قناه ليبيا الأحرار على ان دعمت العمل خاصه في ظروف صعبة شوية في البلاد لدعم الأعمال الفنية. ما مدى صعوبة إنتاج وإدارة عمل كهذا عندما يضم عدد كبير من الأبطال وفريق عمل كبير وكذلك تصويره خارج الوطن؟ كيف استطعتم محاكاة الواقع الليبي بشكل يقنع المشاهد؟ طبعا أكيد أنتم عارفين الصعوبات اللوجستية الموجودة في البلاد، يعني لا تخفى على أحد، يعني صعوبة شوية أنك تنفذ عمل كبير زي روبيك بوجود تقنيين سينمائيين من عدة دول عربية من تونس والمغرب، كان ضروري ان احنا نكون مقاربين لاكثر الاماكن اللي قريبه من ليبيا، فصورنا طبعا في عدد من استوديوهات موجوده في تونس زي استوديوهات كارتاغو، في بعض المواقع التصوير
قريبة جدا من أجواء طرابلس، لأن يعني هي مصممة لمناطق في إيطاليا، فقدرنا احنا نصور فيها وكانت قريبة جدا من أجواء طرابلس. بالإضافة في بعض الديكورات اللي حيشوفوها الناس تم بنائها from A to Z، يعني زي الورشة مثلا هذه مبنية بالكامل، ومكتب صقر، مكتب الشامخ، في اليوم حيشوفوا حتى هو موقع تصوير اللي هو القبو، حتى هو تصمم بالكامل. كان في صعوبة كبيرة انك انت تحاكي قريب شوية من واقع ليبيا، بالإضافة لوجود عدد كبير من الممثلين، تتكلم عن 35 ممثل، يعني كانت مجرد أصلا إيجاد الممثلين يعني نقوله بنسبة 90% من ليبيا كانت ملحمة. في بعض الممثلين كانوا حيعتزلوا، أقنعناهم يعتزلوش، في ممثلين كانت عندهم مشاكل صحية ساعدناهم حتى يقدروا ينهوا مشاكلهم الصحية حتى يقعدوا معنا، في ممثلين ما كانش عندهم جوازات سفر درنا مجهود جبار حتى ندبروا لهم جوازات سفر. يعني نقول لك موضوع حتى تجميع الفنانين اصلا كان لوحده ملحمه كبيره في ظل الصعوبات اللي تعانيها ليبيا ونقص الممثلين المستمر من سنه لسنه. يعني طيب، مع كل الصعوبات التي واجهتموها وحتى فكره انكم جمعتم هذا العدد الكبير من الممثلين، وهذا اكثر ما ميز المسلسل او من اكثر الاشياء، ما الرساله التي تريد اسره المسلسل وتحرص على ايصالها من العمل وايضا من عنوانها الذي كان يعني مثير لبعض الغموض؟ هو طبعا بالنسبه للعنوان هو له علاقه باللعبه نفسها اللي هي روبيك، اللي هي تعتبر لعبة الغاز، والسيناريو نفسه مكتوب بطريقة هذه ان في الغاز حتنحل مع مرور كم حلقة، كل مجموعة حلقات حينكشف سر، فمن هذا جه الربط ما بين اللعبة اللي عند البطل واللعبة نفسها كالغاز. بالنسبة للأساس، الأساس احنا يهمنا ان ليبيا يستمر فيها فن، ان العالم ينظر لليبيا ان ما زال عندنا فن وما زال نقدر نشتغله، وما زال في دراما، ما زال في ادب، ما زال في ثقافه، ما تقعدش ليبيا بس صورتها ان هي قتال ومعارك وصراع. هذا الهدف الاساسي اللي انا دائما عندي وعند فريق العمل بالكامل. نعم. الشيء الثاني الناس تستمتع، ان الناس تتفرج على دراما تستمتع، ما تشوفش بس طول الوقت هي سياسه وصراعات وقتال. هذا الهدف يعني في الاساس ان نحن نحاول. نعم، شكرا جزيلا لك اسامه رزق عبر سكايب، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك. النشرة انتهت، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.